قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد. يعني نحن نواجه واحدة من أهم الأسابيع على الإطلاق هذا الأسبوع، يعني اجتماع السياسة النقدية المنتظر للفدرالي الأمريكي وأخبار التوظيف أيضا. بداية، كيف تفاعلت الأسواق مع هذه البيانات التي ظهرت ونتائج الشركات أيضا شركات التكنولوجيا؟ يعني بالطبع هند، نحن كان في عندنا سلسلة من البيانات التي غيرت توجهات المستثمرين بشكل عام، والسنتمنت كان نوعا ما مضطرب كتوجهات نحو معرفة للفدرال الأمريكي هل سيتجه إلى تقليصات في أسعار الفائدة أم لا. أظهر عنادا أكثر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه البيانات غذت المخاوف أن الفدرالي سوف يؤخر قرار تقليص أسعار الفائدة، وربما لن يتمكن من تقليص أسعار الفائدة بأكثر من مرتين خلال هذا العام. حتى الآن هذه هي الأصداء للتوقعات المرتقبة لاجتماع القادم للفدرال الأمريكي والذي ابتدأ اليوم، وغدا سوف يكون لدينا نتائج مساء. أعتقد أنه التركيز سوف يكون، لن يكون هناك تخليصات لأسعار الفائدة، ولكن راح يكون في عنا توجهات أكثر في الفترة القادمة. البيانات اللي صدرت كفيلة هند أنه تكون تؤخر بشكل كبير قرار الفائدة أو التغيير بأسعار الفائدة، لأنه عندك تضخم عنيد وفي نفس الوقت لا يوجد لديك أداء سلبي للاقتصاد. صحيح تراجع النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يزال عند مستويات مرتفعة توفر له الهبوط الناعم للاقتصاد دون أن يكون هناك تغيير كبير في السياسة النقدية. طيب لو تحدثنا عن أرقام التوظيف أيضا المنتظرة، ما مدى خطورة أن تكون مثلا أقل من التوقعات؟ أعتقد سوق العمل من البيانات المهمة التي ينظر إليها الفدرالي الأمريكي باتجاه هل يوجد ضرر كبير في هذا القطاع. نحن عندنا توقعات بالبطالة أنه تستقر عند 3.8%، لدينا توقعات بأنه يكون في عندنا عدد وظائف بحوالي 250 ألف وظيفة، وهو أقل من القراءة السابقة التي كانت فوق 300 ألف وظيفة، ولكن مع ذلك تعتبر هذه إشارات إيجابية أن السوق الأمريكي، سوق العمل الأمريكي، لا يزال أداء هو جيد على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، لا يزال يؤدي أداء إيجابيا. وبقاء ضغوط أكثر على مستويات البطالة أنه عند 3.8 أو حتى ارتفاعها إلى 3.9 قد يؤكد أن الفدرال الأمريكي قد يتجه في النصف الثاني من هذا العام إلى تخليص أسعار الفائدة، وهو ليس في ضغط كبير إن صح التعبير. طيب بيانات منطقة اليورو التي ظهرت اليوم كيف أثرت أيضا على الأسواق، ما هو متوقع أيضا في المستقبل؟ يعني أعتقد هذا صار في عندنا مفارق بعض الشيء، بعد أن كنا نتوقع أن الفدرال الأمريكي سيكون أول من يقلص أسعار الفائدة بعد البيانات التي صدرت اليوم من أوروبا. أعتقد أنه المركزي الأوروبي قد يتجه سريعا إلى تخليص أسعار الفائدة دون أن يكون هناك ضرر أو مخاوف من أنه التضخم لا يستجيب بشكل المطلوب. لا يزال هناك تراجع في مستويات التضخم، ولكن في نفس الوقت لا يجب الإضرار كثير في معدلات النمو داخل منطقة اليورو، وبالتالي ممكن أن يتجه إلى كسب أو إبعاد مخاطر الانكماش التي أصابت مجموعة من الدول داخل الاتحاد الأوروبي. الانكماش التقني واللي هو ربعين متتاليين شفناه بألمانيا، شفناه بإيطاليا. لا يريد المركز الأوروبي أن يستمر الضغط كثيرا على الناتج المحلي الإجمالي، فربما تكون الخطوات القادمة من المركز الأوروبي التلويح بتخليص قريب من بأسعار الفائدة حتى يكون هناك نوع من التيسير الحقيقي للسياسة النقدية داخل منطقة اليورو. لو نلخص طبعا أداء الذهب والنفط في ظل هدوء التوترات الجيوسياسية، أيضا الذهب على الرغم من الخسارة الأخيرة لكنه ما زال مرتفع بنسبة 5% على مدار شهر أبريل. يعني كان في عندنا هبوط قوي من عند ال 2430 دولار للأونصة، نحن اليوم عند ال 2310 لمسنا خلال تعاملات اليوم. يوجد تراجعات، يوجد عمليات جني أرباح كبيرة كانت للموجة الطويلة التي كسبتها أسعار النفط وأسعار الذهب كذلك الأمر، نتيجة توترات الجيوسياسية، نتيجة التوقعات لأسعار الفائدة. الآن هناك عامل يضغط أكثر على أسعار الذهب وعلى أسعار النفط بالاتجاه الهابط، ربما تستمر هذه حتى
حتى منتصف العام، حتى يكون لدينا حديث آخر عن دولار أقل ربما قيمة بنتيجة إمكانية تقليصات أسعار الفائدة وأيضا اقتراب مواعيد الانتخابات. نحن أكثر من عندنا عدد كبير من الدول التي تجري انتخاباتها خلال هذا العام، فبالتالي يوجد تغير كبير على المشهد السياسي ربما يغذي ذلك رغبة المستثمرين لتأخذ التحوط في الذهب على سبيل. طبعا أكيد. إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا هند.